لا أخذ إلا من العالم الفلاني، أو آخر يقول شوفوا لعالم مالكي أو شافعي، هذا لا يجوز. الشخص الوحيد الذي يجب التزامه بعينه هو محمد صلى الله عليه وسلم. وأذكر لكم طرفة وقعت لي بين بعض الناس كيف يتعصبون لبعض الأقوال. أذكر أني مرة كنت في درس فقلت، وذهب الإمام أحمد إلى تحسين الحديث في تخليل اللحية والأشهر أنه لا يصح فيه شيء، مشت الأسبوع الذي بعده كان حديث من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. فقلت وهذا الحديث ذهب جماهير المحدثين إلى أنه من كلام أبي هريرة وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه موقوف على أبي هريرة. فقام أحد وقال لي هذا الحديث صححه الألباني. قلت أدري ولكنه لا يصح. ولا يقول لي أنت أعلم من الألباني؟ قلت لا لست أعلم من الألباني، لكن الأسبوع الماضي أنا حديث صححه الإمام أحمد وقلت ضعيف وسكت أنت، والإمام أحمد أعلم من الألباني، لكن أنت متعصب والألباني لا يقبل بقولك هذا ولا تصرفك هذا. يعني ينهون عن تقليد المذاهب ثم يقلدون بعض أهل العلم، هذا لا يجوز.